وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى برنامج كينا وحوكو سابسنان دونا صفات أنبياء الله ورسله في القرآن الكريم تلمامها يردق مدى إلهي سبحانه وتعالى أشياء نبي يدي الرسول الذي وصدري رب سبحانه وتعالى وكشاقي قرآنك كريمك. الأنبياء والرسل إلا الرمية والركم كميدا أركانة إيمانك اللحدة. إلهينا سبحانه وتعالى وحكوره في القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وحي الله سبحانه وتعالى وقدري رمين الرسل شاه أركان تلحدة إني محمد عليه الصلاة والسلام ورميسنا ضد كمؤمنين تإني محمد راعين يواجب كتاي إني رميان قف كنان مؤمن قرهين إلا الرمية. وكرسول كانوا نوغش يجي حديث كعبد الله بن عمر البخاري مسلم باي وريين حديث عمر بن الخطاب البخاري مسلم باي وريين مركو ملك جبريل ويديي إيمانك وحري أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر لحدى الرموت برسولك إيمانك كفسري إن هذا إله الرميسو إن هذا ملائكة الرميسو إن هذا رميسا الرسول لدى إلهي وصدري إن هذا رميسا كتبتا وفرما إلهي وصدري بي رسوشا إيا أنبيا داس إن هذا رميسا قدرك إن هذا رميسا يوم الآخر ويوم القيامة يوحي لحي الوردن قريدا لك بلابو إلا جنة إيا نار لك قارو. قفك مؤمن نقل ما يو إلا رميسا رسوشا وردن كوغما في اللينا تراني محمد وقرى الرسول لما وقونصري هداد بين سر الرسول لما النبي عيسى أما النبي موسى أما النبي إبراهيم أما النبي نوح أتراهد بين النبي محمد بن رومي صنع كافر بعد نغانسة قفا المسلم هين وقال بعد نغانسة. الإيمان بالرسل سيع لماذا الشيقا وحو قيب سما لوا قيبوب قيب تكوباد وحايتاي إنه رميه رسوش وحي اللي نوغا شاقي سيقار الله شاقي رسوش مقعيده ودى الله شاقي كتبته ودى الله شاقي صفات كودية المامه ودى الله شاقي سيدا الله شاقي قفك إنه رميه القرآن كي حديث كالنبي قاقو صار ورطي طلباتنا وحيتاينو سيقود رميه رسوش إلهي سبحانه وتعالى وصدري أو رميهين دمانتو ده هاي بشر ولي برهقة وإلهي وحيودي هذا الكيس وقصور ديوي ملك جبريل أو رميه وح الله علي وحي الشيقان بين حقها أو رميه رسولك ودن بيين وها نبي محمد تذكر دانا يواجب كتاي إن إيساق الراعان والدين تا إلهي سبحانه وتعالى وصور ديوي أي كعام الفلان ومحيو تشدد إلهي سبحانه وتعالى رسوش وصور ديري يدو إلهي وقا الدومي هي سكوا قالوا بالدورة يكو مسلمين نقض دورة كوا تنقل الدورة كوا نرجل الدورة ووحي لهين تارو خلق جبا أبورين هروسي أجا سخلق وقايب سمي الدورة يعمل كود وح نقض دورة يمد ولبالك وقدم بين دورة كواح لي سويدين كرام حياة حكمة كتيرته إن إله سبحانه وتعالى وصادره رسولين وصادره إيه النبيه وفريمه وصو دي بدت كاي جارسيان إلهي سبحانه وتعالى حكمة دي نوغوش يغي في القرآن الكريم وحنين أوركرنا حكمة دي الله بيكو صورو ريسي تكوبادو حيتاي إن خلقها حجة دلقو أوغو وإلهي علمي قي ساهوري هدوها الدوما كو أبال مرين لها وكو أوغايري أهل النار يهين إساقو الرسول صدرين كتابنا وسودة
naarta ilaahay uu geyn lahaa, kuwa ilaahay ogaynaya ahlujanna yihiin oo waddadeeda ay marayaana uu jannada geyn lahaa isagoo rasuul iyo rasuul u soo dirin, kitaabna u soo dejin. Kuwa ilaahay ogaa inay gaaloobayaan ama ay lumayaan, sidaa uu ku xukumi lahaa isagoo rasuulla u soo dirin, kitaabna u soo dejin. Kuwa ilaahay ogaa inay hanuunayaan waddada saxda ay marayaanna uu ilaahay hanuunin lahaa isagoo rasuulla u soo dirin, kitaabna aan u soo dejin. Yowma alqiyaama, marka khalaa'iqda ilaahay la horgeeyo, dood bay la iman lahaayeen, waxay odhan lahaayeen, ilaahay maxaad gaalo nooga dhigtay, annagoo rasuul la diidin, kitaabna diidin, amar aadna fartayna aan diidin, ilaahay maxaad naarta noo gelisay adigoo waxba aan noo sheegin. Si aanay taasi u dhicin, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo diray rusul, waxaanu u soo dejiyey kutub. arrintaasi waxay xaqiijisay waaqici la taaban karaa ay ka dhigtay wixii ilaahay hore uu sii ogaa. waxaa iswaafaqay cilmigii ilaahay saabiqa ee horeeyey iyo waaqica addoomuhu ay yeesheen, oo kii ilaahay uu ogaa inuu gaaloobi doono markii ilaahay rasuul u soo diray, kitaab u soo dejiyey, xaalkii uu saas u noqday. kii ilaahay uu ogaa inuu muslim muumina noqon doono, saas uu xaalkiisu noqday. kuwa ilaahay ogaa inuu faasiq noqon doono, saas uu xaalkiisu noqday. kuwa ilaahay hore u sii ogaa inuu noqon doono muslim, ilaahay addeeca, saas uu xaalkiisu noqday. kuwa ilaahay ogaa inuu la iman doono asbaabta jannada lagu galo, saas uu arrinkiisu noqday. kuwa ilaahay ogaa inuu samayn doono asbaabta naarta lagu galana, saas uu xaalkiisu noqday. fatataabaqa qadaru llaahi wa cilmuhu saabiq wa waaqicu lcibaadi wa xaaluhum, waxay isdaabaqay oo iswaafaqay ilaahay qadarkiisii iyo cilmigiisii horeeyey, siduu ilaahay wuxuu sii ogaa, iyo addoomaha xaalkood iyo waaqicooda dhabti siduu noqday. ilaahay baa xikmaddaasi inoogu sheegay fi lqur'aan alkariim, rusulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul, ilaahay wuxuu soo diray rasuullo dadka u bishaaraynaya wanaag sameeya, u digaaya kuwa xumaanta samaynaya. muxuu ilaahay rususha u soo diray? lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul, waa si aanu qofna hadhow toole xujo ilaahay ugu helin, una odhan ilaahay maxaad rasuul iigu soo diri weyd, maxaad kitaab iigu soo deji weyd, khalaas xujadaasi way gooday. markuu ilaahay subxaana wa tacaala rususha soo diray, dabadeed way afjarantay xujadaasi, qofna xujadaa ma haysto. alam yaatikum rusulun minkum, baa yowma alqiyaama lagu odhan doonaa, miyaanay idiin iman rusul idinka idinka mid a oo idinka idinla jinsiya oo bani aadama oo aada isfahmi kartaan ood isxaal garan kartaan? ujeeddada labaad ee ilaahay subxaana wa tacaala rususha usoo diray waxay tahay liyucallimu nnaasa kayfa yacbuduuna allah, waa inay addoomaha baraan siday addoomuhu ilaahay u caabudayaan, addoomuhu inay ilaah u qura caabudaan inay baraan, iyo ilaahay siday u caabudayaan, oo iminka salaad baynu tukanaa sidaynu u baranay, meynu iska garan lahayn haddaan rasuul ilaahay noo soo diri lahay, waa maya. waynu soomaynaa, rasuulku ilaahay cilmiga soomka inoogu soo dhiibay, sakada, xajka, mucaamalaadka bani aadam dhex mara, hadday tahay iib iyo hadday tahay kiro iyo hadday tahay guur iyo mucaamalaadka kale ee tirada badan, iyo sidaa qofku uula dhaqmayo khalaa'iqdan kala duwan ee ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada uu kula abuuray. maxay tahay xikmadda iyo faa'iidada ku jirta in ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan uu ku soo celceliyo fi lqur'aani alkariim taariikhda, siirada, qisooyinka ambiyada iyo rususha? waa arrin qur'aanka aada ugu soo noqnoqotay inuu ilaahay subxaana wa tacaala si guud iyo si gaargaaraba uga waramay rusushiisa iyo ambiyadiisa. aada bay u tiro badnaayeen rasuullada ilaahay uu soo diray iyo nebiyada ilaahay uu soo diray, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantood ma wada sheegin oo qur'aanka kuma wada sheegin magac ahaan iyo qoomkii loo soo diray iyo kitaabkii lagu soo dejiyey. qaar ka mida buu ilaahay subxaana wa tacaala u tilmaamay, waa ka qur'aankaba ilaahay si cad ugu sheegay in qaarkoodna nebiga looga qisooday, qaarna aan looga qisoon.
maxay tahay haddaba xikmadda ku jirta kuwa ilaahay qisooyinkooda iyo taariikhooda sirooda qur-aanka uu ku sheegay in la sheego? Waaba inagu horreeyeen inagoo isuba inaan soo gaadhin, si gaarana innaga laynooguma soo dirina ilaahay nebi maxamed unbuu inoo soo diray. Maa hiya alxikma fii qisasi anbiyaa illaahi wa rasuulih fi lqur'aan alkariim? Xikmadda ku jirta waxay tahay, marka koowaad, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo nebinimada iyo rasuulnimadaba ay ugu horreeyeen, iyo qof kasta oo qabta shaqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ah addacwatu ila allah, dadka in xagga ilaahay loogu yeedho oo la baro cilmigii ilaahay rasuulka uu soo dhiibay, wanaaggu farayna la faro, xumaantu reebena laga reebo, inay arrintaasi u noqoto laab qaboojin. Laa shaka in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waajahay dhibaatooyin tiro badan markuu dadka ugu yeedhayay xagga ilaahay. Qof kasta oo shaqada isidhaha qabana dhibaatada wax ka mid uu la kulmayaa uu dhaxlaya isaguna. Marka loo sheego waddadan inay dad uga horreeyeen dhibaatadan oo kale ay ku dhacday, arrintaasi laab qaboojin bay u noqonaysaa. Waxaanay u faa'iideynaysaa tafbiit xaqa inuu ku sugnaado dhibaatada uu la kulmayo iyo mashaakilka soo waajahaya aanay ka hor istaagin xaqa ku camal falkiisa iyo gudbintiisa iyo tebintiisaba. Kulla naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuthabitu bihi fuaadak. Ilaahay suuratu lhuud wuxuu kaga waramay in badan oo ka mida rasuullada iyo nebiyada uu soo diray. Qisooyinkaasoo dhan ilaahay markuu sheegay wuxuu ku gebagabeeyey qisooyinka ambiyada iyo rususha aanu kuu sheegnay oo dhan waxaanu kaaga qisoona aanu kuugu sheegnay si aanu qalbigaaga u sugno, si aad xaqa ugu sabirto, si aad ugu sugnaato, si ay laabtaadu u degto oo mashaakilka aad waajahayso markaad dadka khayrka ugu yeedhaysa ee dacwadda aad gudanaysaa aanay sabab kuugu noqon cidhiidhi xagga qalbiga iyo laabta kaa qabsada. Walihaada baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii dadka qaarkood hadal aan laa'iq u ahayn oon ku habboonayn ay kula hadleen, wuxuu naftiisa xusuusiyey oo ku sabrisiiyey dhibaatadii hortii loo geystay nebi muuse raxima allaahu muusa, ilaahay nebi muuse u naxariistay buu yidhi, laqad uudiya akthara min hada fasabar, inta aniga lay dhibaya in ka badan baa la dhibay, markaasuu haddana sabray. Bimacnaa aniguna inaan sabro weeye, mar haddii dhibkaygu kiisiiba uu ka yaryi isaguu tusaale ugu noqdo sabirka, sida ilaahay yidhi fasbir kamaa sabara ululcazmi min arrusul walaa tastacjil lahum, rusushii go-aanka lahayd ee kaa horreysay see u sabreen, u sabir. Nebi muuse calayhi salaatu wasalaam qoomkiisu waxay ka gaadheen xataa inay khilqadiisa iyo abuurkiisa qaabku ilaahay u abuuray inay dacaadeeyeen, iyagoo qaaqaawan bay isku dhex meedhan jireen, iyagoo isu muuqda oo qaaqaawan bay meedhan jireen. Nebi muuse ilaahay baa u diyaarinayay inuu risaalad iyo fariin ilaahay xambaaro oo sharafta u dhowraayay meel cidlaabu tegi jiray isagu markuu meedhanaya. Halkaasay dacaayad uga rakibeen oo waxay yidhaahdeen muxuu isla qarinayaa, waa aadar sheeluu leeyahay bay yidhaahdeen. Ilaahay baa subxaana wa tacaala dacaayadda iyo magacdilka noocaasiya ka difaaco, dhagixii uu dharka maryaha saartay baa la cararay ilaa halkii ay joogeen uu ula galay oo ay arkeen nebi muuse inaanu wax ay ku sheegayaan aanu lahayn. Yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu kaladiina aadaw muusa fabaraahu allaahu mima qaaluu kaana cinda allaahi wajiiha. Kilaahay muuminiinta ku yidhi ha noqonina kuwii nebi muuse dhibay oo kale. ilaahay baa beri yeelay nebi muuse wixii ay ku dhibayeen ka beri yeelay. Ilaahay agtiisa mid sharaf kula buu ahaa. Faa'iida koowaad waa taa. Faa'iida labaada ku jirta waxa ay tahay, qisooyinkii nebiyadii hore iyadoo nebi maxamed aanaysa soo gaadhin, culimadii iyo cubaadii ummadii horena aanu waxba ka baran, haddana inuu qisooyinkoodii sheega waa mid nebinimadiisa u markhaati kacaysa. Ilaa xaguu ka keenay warka nebi aadam, nebi nuux, nebi ibraahim, nebi muuse, nebi maxamed ismay soo gaadhin,
haddii la odhan lahaa cid buu cilmigooda iyo qisadooda ka bartayna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maba yeelan macalim uga horreeyey malaku jibriil oo u keenay fariimaha ilaahay uu soo dhiibay oo iqra ka bilaabantay. waxaasoo qisooyin oo hortii dhacay inuu ka waramaa weliba sidii ay ugu taalay kutubtii kale ka horreysay tawraad iyo injiil iyo siday ugu taalay lafteeda inuu uga waramaa isagoon kutubta akhrisan oon dhigan waxay daliil u tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiis ayay daliil u tahay. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه لا سبحانه وتعالى وحاية دا كل شيء قصوين كان بيضا إيا الرسوش إيا أمدا هراء إن عبرة إيا وحكو قادشا يقصو قمتا هاي قف كستو على قلبي وحكو فهمو وكو إنت أبدا بذي لا يحرم ما كان حديثا يفترى qisooyinkaasi war iyo sheeko been abuura maaho nebi maxamed uu iska samaystay laakiin tasdiiqa aladii bayna yaday waa waxyi xagga ilaahay uga yimi oo kutubtii hore rusushii isaga ka horreysay lagu soo dejiyey wixii ku qoraa rumaynaya u markhaati kacaya in kutubtii hore qisooyinkan uu nebigu sheegay ilaahay inuu u waxyooday uu ku waramay ay waafaqsan yihiin waxay daliil u tahay nebinimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waxaanu ku hadlayaa inuu ahaa waxyun min allah. faa'iida saddexaada ku jirta waxay tahay alictibaar biaxwaalihim sida aayaddanba lagu sheegay laqad kaana fii qasasihim cibratu liulilalbaab qisooyinkooda cibro iyo wax ku qaadasha ugu jirta qof kaste oo caqli iyo qalbi caafimaad qaba leh kale waxba ku qaadan maaye oo qofku markuu qisaska ambiyada iyo rususha qur-aanka ku taalo u akhristo waanay u noqonaysaa wuxuu arkayaa rusushu wanaaggii ay aqwaamtooda ama dadkii ilaahay usoo diray u sheegayeen iyo xumaantay uga digayeen iyo dadkii rususha rumeeyey ee raacay abaalmarinta wanaagsan ay la kulmeen iyo kuwii beeniyey ka hor yimi ee amarkoodii khilaafay ciqaabka iyo foolxumada ay la kulmeen adduun iyo aakhiraba fayactabiru bidalika fayuslixu xaalah arrintaasuu ku cibro qaadanayaa markaasuu xaalkiisa hagaajinaya. arrinka afraad ee ka mid a xikmadaha ilaahay qisaska ambiyada iyo rusushoodu inoogu sheegay waa inaynu wax ka baranno oo aynu ka baranno cilmi iyo camal oo cilmiga iyo camalkana aynu kaga dayanno. ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati alancaam waa suuradda tirada u badan ee rusul iyo ambiyaa magacyooda lagu sheegay markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha iyo ambiyada magacyadooda uu sheegay wuxuu daba dhigay in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba ay tusaale u yihiin oo cilmiga iyo camalka iyo dacwadda intaba inay tusaale ugu yihiin. ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi kuwaa lagaaga waramay ee rusul iyo ambiya leh waa kuwa ilaahay hanuuniyey ee rabbi subxaana wa tacaala waddada saxda inay maraan uu waafajiyey fabihudaahu muqtadi nebi maxamed oo adiga iyo qof kastaoo muslim oo aayaddaa maqla ilaa qur-aanku wuxuu la hadlayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo u gaadho liundirakum bihi waman balag waddadoodaa mar oo ku dayo wanaagga ilaahay uu ka sheegay iyo sifaadka fiican ay ilaahay uu ku waramay inay lahaayeen adiguna yeelo xumaanta ay ka madhnaayeen ay ka fogaayeen adiguna saasoo kale uga fogow ammaanta ilaahay iyaga uu siiyey baad adiguna heli doontaa abaalmarinta ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyeyna waad la kulmi doontaa. arrinka shanaad ee ka mid a xikmadaha ilaahay qisaska ambiyada iyo rususha uu qur-aanka ugu sheego waa libayaan anna atawxiida huwa aslu aladyaani asamaawiya
وسي الله عديه توحيد كو اكليه انت الهي الهي لغو كليه حقوق ديسا يا خصائص ديسا هيبا ولا غارك يا ماق عليه سفله فعل له يا حقوق ديسا واي او انت هاي الهي سبحانه وتعالى كليدي لا عبده وعدنا لو شريك يلين ارنتاس اني تاي اصلك اي كودي سنين ديمها الهي وسمده كسو دجيه رسول شودن لو سو ديبي سي لو عديا قصص كود لا نوو شيغ و الهي و خي نو شيغ سبحانه وتعالى بلو فيرس سوره هود رسول كاستو الهي و كو شيغ يا نبي كاستو سوره و كو شيغ قومكي سمحو كلها ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والإله هو قرع عابدا عباداتك كليه رسال معبود كلو حق متشر الله سبحانه وتعالى مو يعني وحق له إلهي ونوش يقاي أمت كستب إلهي الرسول الدري وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أمت كستب مدود ديقا أيو لهي كسعود حصاري محوها وحوها الرأي أقوين أقوب بضان يقوم كيس ورشيقي ee si joogtoon kala go' lahayn bilowga dacwadiisa ilaa dhamaadkeeda uu ku celcelinay tawxiid hatta dadku haday tawxiidka rumaysan yihiin oo ay ku amal falaan sheegistiisa lagu cibaadeysanayo war ilaahay kaliye shirkiga iska ilaaliya tafaasiishii loo galo tawxiidka iyo tafaasiishii shirkiga qodob qodob loogu sheego dadka hatta haday qaarkood diidayeen waa loo sheegay xujada lagu ogeeyay haday ka yaacaan xagee tagi lahaayeen markii horeba de shirki taagnaayeen meesha ka shisheysay qaban lahayn waa halkeen waajibka saaran bay dadka ducadii gudanayaan qofkii cararaya isaga xaq ka cararay almuhim adu xaqi waa sheegta si saxan aad u sheegto iyo si fiican oo usluub iyo xikmad iyo rifqiyo dabacsanaan ay ku jirto ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمة كست رسول بان كسر نحسر نبول إلهي حو كل عدد كيسة أن اعبدوا الله اعبدوا الله معنى إضافة حي وحدوا الله بالعبادة إلهي سبحانه وتعالى عابد عباده أتكو كليين سن وعدك لأ أين وحبه وقلين واجتنبوا الطاغوت شركي جانا كفوا هذا كل ما يعبد من دون الله ملك هالنقضه النبي هالنقضه ولي هالنقضه مدين تيم النول كني ينسي رجح يجيد قرح يضيح أيا كان وحدونا يبه هالنقضه وحكستان عيد كستان الله عين ودتك غير كده كل جوان ويعبدان كفوا هذا إذن كفوا هذا معنى ضمحي بعض اللي ماذا عبادة آمين وعقيدة كدكتور شاجنا عرب كشاجع عملها أنه موتيو كتجا يدين كوان الله إنا العبود عباده كتجا وعباده نميد إلهي سبحانه وتعالى كوكبًا هالنقطة أرنك اللي حاد يا حكمة دا كتيرة قصص النبي دا يرسوشة إنه إلهي في القرآن الكريم كسوع العليو ولنتعلم منها كيفية الدعوة إلى الله وسأنا وقبر إنه قاب كدعوة دعوة وعباده dadka in cilmiga la baro wanaaga in la faro xumaanta in laga reebo khayrka in loogu yeero waa cibaado cibaadadu laba shardi bay leedahay shardi koobaad in ilaahay daraadii loo sameeyay waa ikhlaas shardiga labaadna waa in sharciga waafaqdo cibaadadu si kasto ilaahay daraadii ay kaaga tahay oo niyadadu ay u fiican tahay waxaanad ku cibaadeysanaysaa hadaan oo ahayn wax shariicadu ay jideysay ama qaab kanad u sameeyneysaa hadaan oo ahayn qaabkii ay shariicadu u dhigtay laga aqbali maayo amalkaas warka nabi maxamed baa inoo sheegay man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun qofka sameeya camal aan waafaqsanayn shariicada waa lagu celinayaa laga aqbali maayo walihaada baa nabi maxamed isagoo khayrka wanaagga inala jeclaa si aynaan u tacab khasaarin wuxuu inooga digay inaynu ku cibaadaysano diin aynu ka dhiganno waxaan diintii ilaahay soo dejiyay ka mid ahayn faqaala calayhi salaatu wasalaam wa iyaakum muxdathaati alumuur iska ilaaliya waxyaabaha diinta lagu soo daray fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala
ورسولك عليه الصلاة والسلام ينوشى يقفك مسلم كاي نيدي سوهابا في عناتوها بدورة يئنو إلهي ودواده لكن إنو سكوب صدو وحانو إلهي وقود دواره يا مي وحو إلهي تشيدي يئنو قود دواده قاب كان وصمين يا نمي يهي قاب كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وشاقي أما بس وسمي مركا دعوة ما دام عبادة تيدنا لبدا سألو يقيا إلهي وحو قرآن كل شاقي دعوة الأنبياء والرسل محيكو بلابس هرطة محيكو دسنيد كو علمي بيكو دسنيد ما من رسول إلا وكانت دعوته مبنية على العلم من علمي قدتك الله شاقو علمي اللبارو علمي الذي رقليو وحكى الله كل سنين التوحيد وشيء كبلا ميسي ونبض نيد كنا دمانيسي وليبا التوحيد المفصل سينا وراء وشاقلي صفة فاصل ان توحيد كالله قادلو إيو شركي وحكى الله كل سنين اتباع يوحي يقول للراعو وحبل التشيديسن أي كل سنة دعوة الأنبياء والرسل أولي بارين ترى الجوع العليا نبي محمد خطبات كستم حوارن شري خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها والدليل محمد با والضدة خير دم يكون بيها الرمان محاو شر بدن وحي أن دين تكمل دهين الغص الضري دعوة الأنبياء والرسل قاب كي وسعتي الجمع بين الترغيب والترهيب إن ضدك لا شيء جو حر تجعل يو خير كتعليسية سوف ضايش يو كله وعمل كضدك أي سميني وحي كهليان الدنيا ذا يا خرابة إن لا شيء جو والترغيب بكال هذا يا الترهيب وآه إن عمل كحن ضدك هذا السميان وحكر لنا الله شيخه عرض إلهي نعدش إلهي عقابك إلهي بارك الله أنت وددك عذابك إيا نار تلوغة والرب قرآن كوفي رسو جمع بين الأمرين هداد كو قابسطة هدوك إنا تشنون كادشو نار أنا تسو هذا القادم قرآن كواد خلافت هداد كو قابسطة إنا نار كادشو أنا تشنسو هذا القادم قرآن ك إيا الدعوة دي أنبياء دي الرسول شواد خلافت واد بالمرت كذلك قصص الأنبياء وحين كبرنا إن دعوة الأنبياء والرسل إلى كل مسي بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن ذاتك وناك الله فره توحيدك لقب بلابه اتباع فر لدى إلهي سنياشة إلهي اللي قد وذاتك لقبه له إيا ذاتك إن حمان تلقى الرابه والشرك قوة إياهي الأكبر ثم الأصغر كدب نبي دعاد ويكوحكتو وحاوب بضان الشركة الدبدي أنبياء دي الرسول شوية كان لينها وحاوب بضان الشركة الدبدي الأنبياء والرسول كان لين بدعاده وهو التعب خسار لباتوين بضان نوالي سيدا سوكا لك كبائرتي وصغائرتي زينة دي دات كاين لقلها الله توقة دي لقلها الله مخدرات كي دات كاين لقلها الله عقوق الوالدين كاين لقلها الله وحكستو إلهي وحارنتمي دات كاين الله شاكو تعالوا أتلوا عليكم أتلو ما حرم ربكم عليكم قال يا ضدو أن دين شيغو وحي إلهي دين كحارنتمي ساسو إلهي أمري نبي محمد إنو يراهدو الحرام والحلال والواجب والمستحب دين تو دما يسترن سي أي ددكو ودبهيان أو حقيقيان أمرك إلهي وكو أمري في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ومنين تاي وضع إسلاما معنى خذ الإسلام من جميع جوانبه إسلام كأوردن كوة رقمة إسلام كيقف كينو دين عنا كغير رقمة دين عنا وكتغو لما أقلع ورقن كي إلهي وكعنا أنتي أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لما أقلع مسلم صلاة كغير ضيانا يا نبي محمد حكم كان كغير ضيانا يا أصحاب الديمقراطية رقالانا الليلة يا ماركس كغير ضيانا يا وحال الربا مسلم الرميه صوردن هذي تاي عباده هذي تاي دقاله هذي تاي حكم هذي تاي وحويان قاب دقن نبي محمد عليه الصلاة والسلام كقد ديانيا انتو بان الدين تا اسلام كوي كتران وحكم قانيمة شرو وليقاها امين انو تشيرو وح الرميه نرشا كميدا وان دين تا لقاه لهين لا يمكن هذا وحصورة قلمة تاس وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء
إلهي بنا سبحانه وتعالى ويدسنينا إنه برع علم نافع إنه نوافتشي عمل صالحة إنه قنا أرزاقه الأنبياء والرسل وددود إنه مر في كل أمر وحال أرن كستئي حال كستبع بإذن الله سبحانه وتعالى درسي بالروح أنه كقاعد للدونا صفات الأنبياء المشترك تلمامها إلى هايين أنبياء ذا الرسل شو أي هايين ميدي ودهاقان كدي من روحي بلابي الدونا أنبياء ذا الرسل شو إلهي قرآن كوكو شاقي إنه مدمد صاقاتنا ومد والبا إنه إسحسوسنا إنه سو شاقنا صفاتك يتلمامها إلهي وشاقي سي أي إيمان إنه كورنسو إسلام أركانا إنه قد ينو وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري ما دوني سا عماشي ونكسر لمن كوف الله فر لي السنرة ما دوني سا حمانت النفطة لين تكرب توعد كقوي ساري كوف الله عرب كاقا حسك إلهيها كقوي نادو أنا كن مكثرا من ذكر الله وحد نقطة قف ربنا يا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.